ذكرت صحيفه فاينانشال تايمز البريطانيه ان المملكه المتحده تستعد لاكبر يوم من الاضرابات العماليه هذا الشتاء حيث من المنتظر ان يخرج عمال من قطاعات السكك الحديديه والتعليم والجامعات في الاول من فبراير في اجراء منسق بشان الاجور وافادت الصحيفه ان الاضرابات المحتمله محتمل ان تبدا بعد غد الاربعاء سيتم غلق المدارس وسيتم غلق والغاء الفصول الجامعيه وتعطل خدمات السكك الحديديه والكثير من خدمات القطاع العام هذا الاسبوع قال رئيس مجلس النواب الامريكي كيفن مكارثي انه سيلتقي بالرئيس جو بايدن الاربعاء المقبل لمناقشه رفع سقف الدين الاتحادي مع وضع الانفاق الحكومي تحت السيطره. واضاف مكارثي ان الجمهوريين لن يسمحوا بتخلف الولايات المتحده عن سداد ديونها وذلك بعد ان قالت الخزانه الامريكيه انها قد تواجه عجزا في السيوله لدفع الفواتير الحكوميه. محاولة لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين ماكارثي الأربعاء مع الرئيس جو بايدن الذي يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة، رافضًا وضع الاجتماع في خانة المفاوضات. المحادثات ستكون الأولى لمكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيسًا لمجلس النواب هذا الشهر بعد سيطرة الجمهوريين على الغرفة، حيث تتصاعد وحدة الخلافات بشان الحد الأقصى لسقف الاقتراض الذي تسعى إدارة بايدن لرفعه فيما يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الى ربط الموافقه على رفع سقف الديون بتخفيضات في الانفاق الحكومي وفي وقت شدد فيه رئيس مجلس النواب على وجوب ان يعيد سيد البيت الابيض النظر في قراره الرافض خفض الانفاق مقابل رفع سقف الدين العام هدد الجمهوريون بعدم المصادقه على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار ورغم التحذيرات المتكرره من التخلف عن سداد الديون الأمريكية أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ تدابير استثنائية لخفض الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد وتجنب التخلف عن السداد لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر ينبئ هذا الموقف بصدام حاد قد تشهده البلاد في الأسابيع المقبلة إذ حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد من شانه ان يسبب ازمه ماليه عالميه وسيؤدي الى زياده كلفه الاقتراض وسيقوض مكانه الدولار بصفته عمله احتياطيه دوليه تباينت الاسهم الاسيويه في تداولات متقلبه اليوم حيث انقسم المستثمرون بين اعاده فتح الاسواق في الصين وترقب قرارات اسعار الفائده في الولايات المتحده واوروبا. في الصين ارتفع مؤشر شنغهاي بحوالي 1% في حين تارجحت الاسهم اليابانيه والاستراليه بين المكاسب والخسائر بينما اتجهت المؤشرات في هونغ كونغ وكوريا الجنوبيه للانخفاض. قال وزير النقل الفرنسي ان اضرابات النقابات العماليه في البلاد ستؤدي الى اضراب شديد في وسائل النقل العام، واشار الى ان الحكومه لا تزال منفتحه على مزيد من المحادثات مع النقابات، لكنه اضاف انها ستحافظ على هدف الاصلاح الرئيسي المتمثل في زياده سن التقاعد لمده عامين الى 64 عاما. إضراب شديد في وسائل النقل العام يترقبه الشارع الفرنسي في ظل إضرابات النقابات العمالية في البلاد احتجاجا على خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد النقابات دعت إلى إضرابات ومظاهرات على مستوى البلاد غدا أملا في تكرار المشاركة الكبيرة التي حدثت في أول احتجاج يوم التاسع عشر من يناير الجاري عندما احتشد ما يزيد على مليون محتج على خطط الإصلاح حيث توقفت في ذلك اليوم القطارات وأغلقت مصاف النفط شركة السكك الحكومية الفرنسية أوصت المواطنين في بيان بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم أو العمل من المنزل. لافتة إلى أن حركة الرحلات ستتعطل بشكل كبير على امتداد شبكتها بالكامل. كذلك قالت هيئة الطيران المدني الفرنسية إنها طلبت من شركات الطيران خفض برامج رحلاتها 20% في مطار باريس أورلي، لكنها أضافت أنه على الرغم من هذا الإجراء الوقائي، يمكن توقع حدوث تأجيل لرحلات من جانبها استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية. التراجع عن خطة رفع سن التقاعد التي تقضي بزيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما كجزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس ايمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا. انكمش الاقتصاد الالماني في الربع الاخير من عام 2022 اذ تسببت الاضرار الناجمه عن تبعات الازمه الاوكرانيه في التاثير بشكل سلبي وقوي على اكبر اقتصاد في القاره الاوروبيه واعلن مكتب الاحصاء الاتحادي في المانيا عن تراجع الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بنسبه 0.2% خلال الربع الاخير من العام الماضي بعكس التوقعات التي رجحت استقراره دون نمو عند 0% وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني والذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا